جبت لكم واحد السيرو منزلي طبيعي 100% لتكبير المناطق الأنثوية، زيادة في الوزن الصغير والكبير، شي حاجة اللي رائعة جدا جدا، مكونات منزلية طبيعية اللي غادي تفرحكم من الأسبوع الأول. ردوا عليا الخبر على النتيجة كي غادي تلقاوها. السلام عليكم كفيدة جاولي، السلام عليكم يا احلى متابعين ديال قناتي وقناتكم كي تنقول لكم ديما قناة كوثر فلوغ. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، على التعليق العسل بحالكم، على تعليقكم الراقية كتعبر على تبارك الله الرقي ديال المتتبعات ديالي وكلامكم العسل، الله يخليكم ليا. ما تنسوش انني ربي اللي شاهد وربي اللي بيناتنا، هو انني كنبغيكم بوحدة بوحدة. الله يجازيكم بخير على اي تعليق كتبتو، سواء انتقاد سواء اي حاجة. انا ماشي ضد الانتقادات ديالكم ولا هضرتكم، اغلبية لي كومنتار كتجيني زوينة، واحد ولا جوج يعني في سيمانة يعني كيجيني واحد ولا جوج ما تيهمنيش، ولكن اغلبية لي كومنتار كلامكم عسل، الناس فرحانين بالوصفات اللي كنحط، لا ديال البشرة عطاتهم نتيجة، اي فيديو حطيتو كنحطو وانا فرحانه حيت غادي نعرف انني غادي تستافدوا منه ولو هبل قليل، المهم غادي تستافدوا. زياده الوزن الناس فرحوا وعجبهم الحال، بومزوي قسما بالله الا بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش شحال كم ديال الناس لا لوليداتهم لا الامهات ديالهم اللي عنده داك المشكل، الحمد لله تشافى. زياده الوزن الناس حماقوا على زياده الوزن، ولو تجربوا بجوج بثلاثه الوصفات ديالي وفرحوا، هادشي شرف ليا، هادشي كيفرحني وكيزيد يحفزني. المهم البنات شكرا لكم، ثاني ما نشكركم غاديش نوفي لكم الحق ديالكم. ما كنقدرش نبدا لا فيديو بلا ما نشكر غزالات ديالي والمتتبعين كيف ما كان النوع ديالهم، شكرا لكم. الله يقدرني باش نكون في حسن الظن ديالكم. المهم البنات اقترحت لكم باش اشنو الوصفات اللي بغيتو، واش زياده الوزن بالنسبه لليوم نحط لكم زياده الوزن ولا الوجه ولا يعني اي حاجه شنو بغيتو نحط لكم. بزاف ديال لي فوطاو على زياده الوزن، انا خدامه معكم البنات حتى تسمانو حتى اللي خاصو شي مشكل انا معاه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد السيرو، شي حاجه واعره واعره واعره، سيرو طبيعي منزلي طب في زيادة الوزن، الخدود، المؤهلات الأنثوية للمرأة، عقو فهموني الله يعطيكم الستر، راه كنحشم نبقى نقول كل حاجة بوحديتها، وكنحترمكم بزاف، ما كنبغيش يعني نبقى نقول شي مصطلحات اللي ممكن تقلقوا مني، راكم عارفين المؤهلات الأنثى أشنو خاصو يكون عندها، الحنكات، الصدر، ألخ، ثلاثة النقاط خاصكم تفهموني. يعني زياده صافي، الا ما غلطكش ولا ما زادلكش هذا السيرو الطبيعي المنزلي، الا ما غلطكش ما باقيش ديري شي وصفه عني انا وجهي في وجهك، الا ما غلطكش ما باقيش ديري شي وصفه، سيري شوفي شنو المشكل عندك، يعني عندك شي مشكل. البنات قسما بالله الا وصفاتي حيتاش كاينين شي وحدين صراحه ماشي كلشي، شي وحدين كيقولوا لي راه كثرتي علينا في الوصفات ما عرفنا اين ندير، فاش كنصيفط ليها انا كنجاوبها كنقولها استعملتي شي وصفه تقول لك لا، ايوا اختي استعملي الوصفه اللي قولي لي ما عرفتي اين ديري، استعملي الوصفه اللي بانت لك انا درتها عندي في ماشين، استعملي شي وصفه زياده الوزن ولا ما غلطاتك رجعي للكومونتير. البنات كيشكروا الوصفات ديالي الحمد لله، جربوهم ولكن بالطريقه، الناس اللي تفرجوا في الفيديو كامل وشافوا الطريقه وشافوا كي درت ليها وشافوا المراحل دقه دقه راه عطاتهم النتيجه. الناس اللي تيبقاو يحلقزوا حتى يوصلوا للوصفه ما تعرفوني اشنو قلت واش من بعد ولا قبل، هذوك راه ما غاديش تعطيهم النتيجه بطبيعه الحال حيتاش ما عارفوش اشنو المراحل اللي غيداروا. صافي داكشي علاش البنات انا مع البنات اللي تيقولوا لي زياده الوزن، بحال وحده قالت لي بقيتي عندنا بومزوي بومزوي، الله يعطيك بومزوي، لا اله الا الله محمد رسول الله، شكون كنتعاش فيهم البنات، كنبقي نبي نعاود لكم اشنو طاري. صافي البنات اليوم جبت لكم واحد السيرو خطير زياده الوزن، غادي نبقى معاكم حتى توليو فيلات ياك البنات، يلا خليكم معايا باش نوريكم مكونات البنات. قبل راني كننسى، هانتوما ما تنساونيش البنات بالاشتراك لاول مره كيشوف القناه، واحد صابوني كتكون بالحمر وركي عليها، واحد اللايك اللي عجبكم الفيديو تنساوني البنات حبيباتي، واحد اللايك كومونتير طاح عليكم. يلا ندوزو للوصفه. حاجه كنحتاجو في هاد الوصفه كنحتاجو شي قرعه من احسن اللي كانت عندك ديال الزاج من الاحسن، المهم هادي خاويه تكون معقمه راكم تبارك الله حدقات. المكونات اللي كنحتاجو في هاد السيرو هو السوجا، البنات معروفه السوجا شي حاجه طبيعيه زوينه، عندها دهون زايدين، السعرات الحراريه لتكبير المناطق الانثويه او المؤهلات الانثويه، لانها عندها كميه تاع تكبير الهرمونات، شي حاجه واعره البنات السوجا وراه معروفه.
المكون الثاني وهو السمسم، حتى هو معروف بزيادة الوزن، تكبير المناطق الأنثوية، شي حاجة طب 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 البنات. هاد المكونات لا تخلطوا بعضياتهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. البنات المكون الثالث اللي عافاكم البنات، حيت كاينين شي بنات ما كيبغيوش، حاولوا حاولوا عافاكم البنات. المهم بالنسبة لي أنا أعز حاجة عندي هي الحلبة، والمهم المكون الثالث وهو الحلبة. عندنا الصويا او فول الصويا او الصوجة بالدارجة، عندنا السمسم او الزنجلان او الحلبة. البنات اللي ما كيبغيوش الحلبة ديروها بجوج مكونات، ممكن تستغناو على شي مكون واحد من هاد المكونات ولا ديروها بجوج. المهم من الاحسن البنات الا بغاو شي نتيجة مفرقعة يديروا هاد المكونات ثلاثة. كيف ما قلت لكم قرعة ديال السيغو تكون خاوية. صافي البنات هادو حاجة واحدة اللي غادي تحمر لينا هي الزنجلان. تنقول لكم ديما يتنقى يتحمر حيتاش كيطلق ليدام، ودوك الدهون حنا محتاجينهم في زيادة الوزن. غناخدو هاد المكونات بثلاثة غادي نطحنوهم بلا ما طحنت كل حاجه بوحدها كيف ما كتشوفوا معايا، الصويا بوحدها، الزنجلان او السمسم بوحدو، الحلوه بوحدها. كناخذوا القرعه اللي قلت لكم تكون معقمه مغسوله مقاده. اول حاجه كناخذوا الدواز البنات ضروري، هذا الدواز صغير كيف ما كتشوفوا معايا ديال بلاستيك، تيكون بخمسة دراهم عند مالي المعن. كناخذوا ملعقه، هذه اصلا ملعقه كبيره ديال الحلبه ضروري البنات، لا تكون مستر زعما يصبروا لي الحلبه، هذا ممكن اكثر من ملعقه. وبالنسبه للسمسم حتى هي ملعقه، حاولوا مع الدواز بشوي بشوي حتى يدوز كلشي البنات. بعد ما خوينا كامل المكونات، جات ملعقه كبيره ملعقه كبيره كل مكون اللي وريتكم. المكون اولا السيرو غنستعملوه. بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش هذا، كيكون بالنسبه للدول الاوروبيه كيكون ديال الميرتيل، ولا تيكون ديال الاخر هذاك الكرز. مهم هذا البنات ديال الرمان، هذا السيرو خاص ديال الرمان كيف ما كتشوفوا. من الاحسن تكون شي مارك زوينه بحال هادي باش ما تلقاوش فيها شي مشكل. صافي البنات كنكبوه، انا البنات ديجا استعملتها، راه شتي القرعه قداش كتكون عامره وساليتها، حيتاش انا ما كندير معكم الحاجه حتى كنجربها في راسي، ما كنديرهاش هكاك. صافي من بعد ندوزو البنات لطريقه الاستعمال. خلطنا المكونات تنحركوهم مزيان، ها هو السيغو ديالنا موجود. بالنسبه للبنات الله يعطيكم الستر كنخليوها 3 ايام، كنحطوها في الثلاجه كنخليوها 3 ايام ما كنحلوهاش. فيما حلينا الثلاجه تنخضوها بحال هكذايا، فيما حليتي الثلاجه فيما حليتي الثلاجه وشفتي الزيغو حتى فشي بلاصه باينه، باش فيما بالك تبقاي تحركي هاد المكونات مزيان، فيما بالك تبقاي تحركي هاد المكونات مزيان 3 ايام. 3 ايام علي من بعد غتاخدي هاد السيرو غادي تصفيه، غتصفي منه داكشي اللي درتو حيتاش كيطلق المنافع ديالو، كيطلق داكشي اللي بغينا. المهم عندنا كيطلقو، بيتي تصفيه صفيه، ما بيشيش تصفيه تخليه في القرعه ماشي مشكل، مزيان هكاك حيتاش ما خفتي منه حتى شي حاجه، الا ما نفعك ما ضرك. يعني من بعد 3 ايام البنات طلعتكم ستر، لا ما نسمعوا مزيان الاستعمال، من بعد 3 ايام عليه تشرب. شحال من مره يتشرب في النهار؟ 3 المرات في النهار، اللي بغى يغلط هي شويه جوج المرات. المهم البنات انا 3 ايام قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، وشوفوا لي البنات كي غادي تزادوا في واحد الوزن مثالي. النتيجه غتبان لكم من الاسبوع الاول تشربوها، ولكن كيف قلت لكم بانتظام، ماشي تشربيها نهار وربع ايام تصكيها وتشربيها النهار الخامس وتقولي راه ما عطاتنيش النتيجه. طبقوها بالطريقه اللي درتها، كيف درتها بالاستعمال، ورطي لي الخبر.
الناس كما وريتكم السيرو ديالي موجود، غادي نخليه نعاود نقولها لكم، غتخليه 3 ايام وهو في الثلاجه، كل شويه تبقاي تتحركي فيه، يعني في ما حليتي الثلاجه تفكري وحركي صافي، ومن بعد 3 ايام فاش تسالي 3 جوغ غتبقاي تشربي منه غطايه ولا معلقه صغيره، ثلاثه المعالق في النهار قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. بالنسبه لشكون الناس اللي ما يستعملوش، عفاكم اللي حامله الوحيده هي اللي ما تستعملوش، المرضعه ماشي مشكل، اي واحد ماشي مشكل. بالنسبه للبنات اللي بيقولوا لي فيهم بومزوي مزيان ليهم وبزاف، واخا فيك بومزوي غادي يغلطك، ونتحدى اي وحده فيها بومزوي تشربو وما تغلطش، غادي يغلطك وغادي يغلطك الغلط اللي بغيتي والبلايص اللي بغيتي، وانا متاكده وجي في وجهكم وانا متاكده من هذا الشيء اللي كنقول. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم، وتبارطاجيوه مع صحابكم صحاباتكم الناس اللي كتعرفوهم الاصدقاء ديالكم العائلات ديالكم، باش نعمل فائده وباش تكبر العائله ديالي. الله يكبر بكم، نتمنى نكون في الحسن الظن ديالكم وتكونوا فرحانين باش تفرجوا فيا كي تنكون انا فرحانه باش تنبغي نصور لكم شي حاجه اللي غتستافدوا منها، شي حاجه تفرحكم، وانا متاكده من هذا الشيء. كنحماق عليكم وكنعاود نقولها، كنحماق عليكم بزاف بزاف، وما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه، عافاكم البنات فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناه وضغطوا على زر اللايك باش يوصل ليا الفيديو بزاف ديال الناس، وانتم تستافدوا وحتى انا اختكم كارتر تستافد. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، وكنحماق عليكم ربي اللي جاي. يلا بسلامه، فيديو جاي ان شاء الله.